السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه بنرحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج نكهه خاصه النهارده، ومعانا الدكتوره نفيسه اخصائيه التغذيه. مرحب بك يا دكتوره. مرحب بك شيف محمد، مساء الخير على كل مشاهدينا نكهه خاصه. ان شاء الله الليله الجمعه ونكون دايما باطباق جديده واطباق متنوعه. نتمنى انكم دايما تكونوا متابعيننا، وما تنسوا انكم تتواصلوا معنا على ارقام تصحبكم اسفل الشاشه. ان شاء الله دكتوره النهارده عاملين لهم داود باشا مع الرز الابيض، وعاملين لكم كمان سلطه البطاطس مع الزبادي، وفي كمان الحلو النهارده الكاستر مع البسكويت والاناناس. دي ان شاء الله هتكون اطباق اليوم. خلونا نشوف مع بعض مكونات اول طبق معانا داود باشا، نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. ورجعنا مع بعض مرة تانية معاكم، وهنعمل دلوقتي داود باشا. زي ما اتفقنا دكتورة قبل كده، أي نوع من أنواع الكفتة بنحاول دايما الكفتة اللي بعيد عن المشوي، ممكن نقلل فيها نسبة الدهون كتير، تمام؟ لكن المشوية بالذات يا جماعة قلنا على كل كيلو بتحطي معاها من 150 ل 200 جرام اللي هو الشحم أو الضنب اللي احنا بنقول عليه، تمام؟ طيب احنا دايما لما بتيجي تستعملي في الحاجات ديت عاوزه تقللي نسبه الدسم شويه، فبتخليها تخش مع بعض الفرن، بتبقى في مرحله تسويه، او بتعمليها في الطاوه معاكي على النار زي الطبق بتاع اليوم مثلا. عاملين مع بعض داود باشا، تمام؟ هنجيب اللحمه مثلا المفرومه تكون قليله الدسم جدا، هنفرم معاها بصل، ثوم، بقدونس، كزبره، شويه بابريكا صغيرين عشان نحافظ على اللون الاحمر بتاعها. ممكن تفرمي معاها طماطمايه تاخدي بس اللحم بتاعها وتخلي نسبه الميه اللي فيها تطلع بره عشان ما تلين معاكي اللحمه جامد. لو حسيت ان اللحمه لينه معاكي ما قادره تتحكمي في التدوير بتاعها، ممكن تحطي معاها معلقه بقسماط او عيش مبلول زي ما اتفقنا، وتصفيه من الميه بتاعته وبعدين تقلبيه مع اللحمه عشان يديك التماسك شويه. او الشوفان للناس اللي بتحب الحاجات اللي ما فيها نسبه دهون برضو او حاجه زي كده ما تزيد لها دسامه، فممكن نحط مع بعض الشوفان مطحون بودره، تمام؟ ده كل الحاجات دي بتديكي تماسك للكفته. بعد كده بنروح عاملينها بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، طبعا بعد ما تتبليها ملح وفلفل وحبهان، شويه بابريكا صغيرين، جوز الطيب، قرنفل، قرفه، الحاجات اللي انت بتحبيها كلها في نكهات الكفته ممكن تضيفيها عليها. وبعدين بندورها بالشكل ده ايا حجم كان بقى، في ناس بتحب تعملها كبيره شويه دكتوره، في ناس بتحبها بالحجم الصغير ده. لكن بعد كده اهم حاجه في طريقه التسويه، احنا ممكن تعمليها في الطاوه على النار، تاخديها تشويها زي ما اتفقنا مع شويه دقيق صغيرين، او تحطيها في صينيه وتعملي معاها شويه دقيق وشويه زيت صغيرين وتدخليها الفرن تاخد نص تسويه كده وتطلعيها، نكون احنا عملنا مع بعض الصوص، تمام؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. هنحطها في الصينيه بعد ما تكوريها بالشكل ده كده، هنرصها في الصينيه كده، نديها شويه زيت صغيرين، ونعمل مع بعض شويه دقيق صغيرين تعفريهم بيها، بيحافظوا على قوام اللحمه معاكي، تمام؟ دايما يا دكتوره بنقدم معاها نوع من انواع الرز، ممكن يكون الرز بالشعريه، الرز الابيض، عشان تحسي بطعم النكهه الجميله جدا بتاعت داود باشا مع الصوص بتاعها، تمام؟ كده بالشكل ده، وندخلها مع بعض الفرن. ممكن تدخليها بس عشان تديكي حفاظ على اللون والشكل بتاعها، انها يكون لامع وما تطفي معاكي، ما تغمق لونها بعد ما تطلع من النار، تدي لها تعفير دقيق صغيره وتدخليها الفرن مع معلقه زيت، تمام؟ كده بالشكل ده. بعدين نديها شويه زيت صغيرين، بالشكل ده. لو انت طبعا هتعمليها في الطاوله دكتوره، الافضل ان انت تعمليها مع شويه دقيق صغيرين عشان تطلع معاكي لونها فاتح، ما تغمق في النار، لان عارفين طبعا اللحمه لما بتتعرض للنار المباشره لونها بيغمق او بيسود شويه في النار، تمام؟ وندخلها مع بعض الفرن تستوي شويه، ونرجع نعمل مع بعض الصوص دلوقتي.
كده يا دكتور احنا خلصنا مع بعض الكفته، ممكن نعمل مع بعض دلوقتي الصوص بالشكل اللي احنا هنشوفه ده. اول حاجه هننزل بالبصل المفروم، وننزل معاه بالثوم مفروم، وهنكون مجهزين معانا صلصه طماطم وطماطم فريش. كل المكونات ديت احنا بنجهزها مع شويه نعناع صغيرين وشويه ثوم مفرومه. كل المكونات دي احنا بنعملها مع الصوص، تمام. من الاكلات الشهيه جدا يا دكتوره المشهوره الشرقيه عموما، بتتعمل بكذا طريقه، لكن انت ممكن تعمليها بطريقه ناجحه جدا زي ما احنا بنقول لك كده، عشان تديكي تماسك اللحمه ما تفك منك في النار، تديها تحفير الدقيق او تعمليها في الطاقه بتاعتك مع تحفير الدقيق صغيره عشان تديكي تماسك للحمه، وفي نفس الوقت الدقيق ده بيحافظ على اللمعان بتاع اللحمه من بره يا دكتوره، ما بيغير لونه، لان انت لو طلعتيه ما نزلتوش في الصوص طوالي بتلاقي لون اللحمه اغمق معاكي، تمام. هنعمل مع بعض دلوقتي كده البصل بالشكل ده، نفرم بصله مفرومه كده. ننزل بالماده الدهنيه على طول يا دكتوره بالشكل ده. اهم حاجه عشان الناس بتشتكي كتير من موضوع الحموضه، دكتوره اتكلمنا كتير عن ان اي نوع من اكلات اللي انت بتحطي فيها الصلصه بتعملي فيها معلقه سكر صغيره، بتقلل نسبة الحموضة يا جماعة، مش من ان هي بتشيلها تماما يا دكتورة، بس هي بتقلل ان الحاجة دي بتبقى، لان نسبة الطماطم او الصلصة اللي انت بتعمليها دايما بتعمل لك حموضة لما الناس بتعاني دايما من الحاجات دي. ممكن يا شيف احنا برضه هم يستغنوا من الصلصة وانهم يستخدموا الطماطم، لكن حتى الطماطم بتكون من غير القشرة الخارجية عشان نقلل نسبة الحموضة. الحاجة الثانية ممكن نكون الوجبة اللي احنا اخذناها ما تكون في زمن متأخر، يعني بعد الساعة 6 مساء، دي ممكن من الاسباب الزول ممكن ياكل ويقوم طوالي يرقد استلقى، بعدين دي بتكون مشكلة انه بيكون في حموضة، بيكون في عدم الهضم، او ان حتى لو اكلناه في وقت بدري ما يكون طوال الاكل بعديه وطوال النزول مش يرقد، لا لازم تكون فتره بتاع الساعه انت بتكون متحرك لحد ما نحس انه الاكل بدا يتهضم، حتى بعد ذاك اذا انت كان عندك مشكله بتاعه الحموضه ولا مشكله انه الاكل ما بيهضم والاكل بيرجع لينا، حتى في الرقده بتاعت السرير لما نكون رافعين السرير في صوره شويه قايمه اكثر من بكون مستوي، ده كان يساعدنا على انه يكون ما في حموضه، بتكون في سهوله في الهضم. طب دكتوره ونضيف معاها كمان الثوم المفروم. طبعا احنا بنراعي يا جماعه ان احنا بنضيف الثوم او البصل في الحاجتين، مثلا في الصوص شويه ونص الكميه الثانيه بتضيفيها مع اللحمه المفرومه عشان تديكي مذاق حلو، وما يبقاش نسبه البصل كمان انت عاملاها في الطبخه بسيطه، يعني ممكن حتى تستغني عن البصل تماما في الصوص نفسه، بس احنا بنحطها عشان نطعم اكتر مع الطماطم وصلصه الطماطم. تمام. هبتدي نقلب كده مع بعض البصل والثوم بالشكل ده، وزي ما اتفقنا دخلنا مع بعض الكفته في الفرن، او ممكن تعمليها في الطاوله جنبك على النار وتنزليها على طول في الصوص، الحاجه اللي بتريحك او المتوفره بالنسبه لك ممكن تعمليها، الطريقتين صح. تمام. اتكلمنا دايما عن الرز كمان، الرز يا جماعه قلنا لو الرز مثلا المصري انت بتعملي معاه كوبايه وربع ميه سخنه، بس اهم حاجه تحمصي الرز شويه وتسخنيه في الماده الدهنيه شويه عشان يطلع معاك مفلفل في النهايه. تمام. اما الرز البسمتي فانت بتحطي له من كوبايتين ونص لثلاث كوبايات ميه بتغلي بعد تسخين الرز كمان. دي مقدار كوبايه واحده. دي معيار الكوبايه الواحده الرز يا دكتور. تمام. يعني كل كوبايه رز في البسمتي او الرز اللي هو الهندي او الرز البسمتي، طبعا ده انواع كتيره دكتوره، في طويل الحبه في قصير الحبه، بيتراوح انت لما تحس نوع الرزه صغيره شويه تضيف لها من كوبايتين ونص لثلاثه الا حاجه بسيطه كده ميه دافيه، تمام، ميه سخنه بتغلي يعني، لكن لو هي الرزه كبيره بتضيفي ثلاث كوبايات كاملين بعد تسخين الرز كمان. تمام. هننزل مع بعض هنا كمان بالصلصه، قلنا ننزل معاها مع البصل الاول بالشكل ده، معلقتين بس كده، نقلبها تقليبه تتحلل شويه بس مع البصله والتومه كده بالشكل ده، لونها هيطلع معاها، وبعد كده نروح نازله على طول بالطماطم المضروبه او المخلوطه، ممكن الناس بتحب تفرمها خشن بالسكينه او تضربها في الخلاط برده خشن، او تعمليها نعم زي ما احنا شايفين كده، ونبتدي ننزل بيها بالشكل ده. الصوص ده طبعا بتسيبيه يا دكتوره قوامه بيكون تقيل شويه عشان بس بيلمع الكفته، وبيبقى الصوص تقيل، ما صوص طبخه عاديه مثلا انت بتخليها خفيفه شويه عشان تقدر، لا مع داود باشا بالذات بتعمليها تقيله شويه، عشان كده احنا مركزين كميه الطماطم مع الصلصه والبصل بنخليها تقيله، ما بنضيف ميه زياده، احنا بس بناخد نسبه الدهون اللي بتطلع من الكفته، ممكن تضيفيها ممكن ما تضيفيهاش. تمام. هنضيف مع بعض ملح، ما ننساش برده ان احنا مطعمين مع بعض كمان الكفته، وننزل معاها بشويه بابريكا صغيرين بتحافظ برضو على لون الصلصه ما تغمقش منك،
بالشكل ده، ننزل معاها بشويه فلفل صغيرين، شويه كزبره عشان تديك النكهه الشرقيه شويه، ونقلبها كده مع بعض ونخليها تستوي شويه يا دكتور لحد ما تتسبك كويس جدا. بعدين تحط لها معلقه سكر زي ما اتفقنا عشان تقلل لك شويه نسبه الحموضه مع الصلصه اللي انت حاطاها. تمام. طب شوف حد ما يتقل معانا، احنا نشوف الغيبه الغذائيه بتاعت الطبق بتاعنا. الطبق بتاعنا متكون لنا من اللحمه المفرومه، معناته نسبه البروتين الموجود لنا في الطبق بتكون عاليه جدا. ضفنا ليها كميه بتاعت بصل، كميه بتاعت الخضار الاخضر البقدونس الشمال، اذا كان الطماطم بدينا نوع بتاع فيتامينات بتوفر لنا مع الطبخه بتاعتنا. احنا حنستخدمها مع شنو؟ اذا كان عند الناس السكر بنقول لهم ممكن ياكلوها مع الرز، اكيد ما يكون في الطبق بتاعنا نشويات معانا، او ممكن ناخذها بالعيش بس يكون كفايه جدا ما ندخل معاها الرز. اذا كان بالنسبه لفئات الاطفال هم المحتاجين فعلا السعرات الحراريه ونسبه عاليه من البروتين، ممكن ياخذوها مع الارز والعيش ما بتكون فيها اي مشاكل، فيها نسبه عاليه بتاع الدهون ومفيده لكل الاعمار. لكن بالنسبه للناس اللي هم بيعانوا من ضغط الدم، احنا بنقول لهم دائما انه ما يطعموا التطعيم يكون كثير، احنا مطعمين الكفته مطعمين الصوص بالاضافه لانه في كميه بتاعت املاح في الطماطم والصلصه. بالنسبه للناس اللي هي بتعاني من مرض الكوليسترول والقاوة، نقول لهم الطريقه ان هي نعمل بالفرم هي مفيده جدا للناس السكري، للناس اللي بيعانوا من مرض القلب، لانه بتقلل لنا كميه الدهون الموجوده لنا في اللحمه، ونكون متاكدين تماما انه اللحمه مجرد احنا ما نشتريها تكون خاليه تماما من الدهون، عشان نقول لنا برضه نكون اكلنا اكل فوق كميه بتاع البروتين لكن كميه الدهون بتاعته بسيطه. بالنسبه لناس القاوده نقول لهم نسمح لكم انكم تاخذوا اللحوم مره واحده في الاسبوع، ممكن نغيرها مره واحده داود باشا، ممكن مره ثانيه نعملها تكون بالفراخ ولا نوع ثاني عشان نقلل كميه اللحوم. طيب يا دكتوره احنا خلصنا مع بعض دلوقتي كده المراحل بتاعه داود باشا، قلنا عملنا مع بعض الرز ابيض او الرز بالشعريه، ممكن تعملي بعد كده الكفته زي ما اتفقنا في الفرن او في الطاوله بتاعتك، وركبنا مع بعض الصوص هنضيف عليه الكفته تاخد غلوه برده تستوي تكمل سوا معاها. بس هنعمل دلوقتي مع بعض كمان طبق سلطه البطاطس مع الزبادي، نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا لكم تاني اعزائي مشاهدين، شفنا المقادير وجينا سلطه جميله جدا، ولاي زول حاب انه هو يعمل ضيف نقول لكم متابعينا في طريقه العمل بتاعت السلطه. اتفضل يا شيخ. دكتوره طبعا احنا عاملين النهارده مع بعض يا جماعه سلطه البطاطس المسلوقه مع الزبادي، ممكن تعمليها على فكره برده مهروسه، مش لازم تكون مسلوقه، ممكن تعمليها مقليه باي شكل انت عاوزاه بالنكهه اللي انت بتحبيها. احنا هنعمل دلوقتي مع بعض بس بالطريقه المسلوقه مع الزبادي وشويه خضروات مثلا طماطم فلفل خيار، وهنكمل مع بعض المكونات وهنعملها خطوه بخطوه. بس خلونا نستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظروا. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وزي ما شفنا مع بعض قبل الفاصل مكونات سلطه البطاطس مع الزبادي.
طبعا مكونات سهله وبسيطه جدا يا دكتوره. هنعمل بطاطس كده مسلوقه وبعدين نقطعها مكعبات صغيره او تقطعيها باي شكل زي ما اتفقنا. ممكن حتى تعمليها مهروسه لو في اطفال ولا حاجه زي كده، ممكن تغير الطريقه تعملي فيها مهروسه طبعا. او في ناس بتحبها فرايد مقليه، برضو تضيفيها بنفس الطريقه بنفس المكونات برضو مقليه، يعني بالثلاث طرق بتنفع معاكي. تمام، هنضيف عليها هنا شويه طماطم كده مفرومه، يا ريت تقطعيها كمان اللحم بتاعها ما تاخد الميه بتاعتها عشان ما تنزل لك مع الزبادي نسبه ميه كتير وتحل معاك السلطه. وكمان هنعمل معاها خيار كده برضو تقطعيه مكعبات صغيره عشان برضو يديكي شكل وقيمه غذائيه اعلى، ان انت ممكن تقدمي خضروات برضو مع طبق البطاطس بتاعك. الزبادي طبعا يا دكتوره هيخلي الطعم مختلف مع البهارات، وكمان التزيين بتاعك برضو ليه عامل كبير جدا. انت بتحطي حاجه مثلا خضراء مع حاجه حمراء مع لون البطاطس مع لون الصوص اللي انت عاملاه الزبادي، فبيكون ليه طعم ونكهه خاصه كمان كده. بالشكل ده نقطعها كده مكعبات صغيره. نحاول دايما ننسق الخضار كله يكون نفس التقطيعه بتاعت نوع السلطه اللي انت بتعملي فيه، سواء شرايح مكعبات صغيره مكعبات كبيره اي شكل كان. تمام، هنعمل كده قطعتين خيار، ممكن تحطي كمان فلفل اخضر الشطه لو طبعا، بس لو في اطفال بلاش يعني نستغنى عنه شويه كده. بالشكل ده وناخد مع بعض كده الخيار والطماطم ونحط معاهم شويه نعناع مفرومين كمان يا ريت، دي نكهه جميله جدا. بالشكل ده نجيب الزبادي والثوم والنعناع بقدونس، طبعا اي نوع خضروات انت بتحبيه ممكن تضيفيه عليه. تمام، هنحط مع بعض الاول كده الثوم بالشكل ده معلقه صغيره، وهنضيف الزبادي ونعمل كمان نعناع مفروم. نعناع طبعا يا دكتوره مع البطاطس بيديها نكهه جميله جدا مع زيت الزيتون كمان شويه بقدونس الصغيرين. يعني تحاولي دايما تدخلي المكونات اللي ممكن افراد الاسره ما بتاكلها بطريقه مباشره، دايما بنتكلم في الحاجه دي يا جماعه، ياكلوها بالطرق اللي احنا بنعملها لكم بيها دي، لان بيبقى فيها طعم مختلف عن ان هم ياكلوها مباشر. تمام، نحط شويه ملح صغيرين، شويه بابريكا، شويه شمار وفلفل اسود بس شويه بسيطه، وشويه جوز الطيب صغيرين. طبعا احنا بنتكلم دايما ان الفلفل وجوز الطيب يا دكتوره ليه نكهه خاصه مع البطاطس بالذات، برضو ممكن يكون اختياري شيء في الفلفل والشطه. ممكن نحط بابريكا يا دكتوره لو انت بتحبي مثلا اللون ما يكون فيه حاجه فيها شطه، ممكن نستعمل اللون بس بتاع البابريكا لان البابريكا دي بتكون بارده. تمام، ونقلب مع بعض كده المكونات ونضيف عليها كمان شويه عصير ليمون بالشكل ده، ونقلب مع بعض كل المكونات دي كلها كده مع بعض. شايف يا دكتور اول ما بنبتدي نقلب على طول ريحه النعناع بتظهر على طول مع البهارات مع البطاطس. احنا ما بنحطش كميه زبادي كتير، احنا بس بنعملها عشان التماسك وفي نفس الوقت بتديكي مذاق حلو. في ناس بتحب تستعملها مع المايونيز بس الافضل طبعا ان احنا نستعملها مع الزبادي. تمام كده يا دكتوره، شايفه الشكل جميل جدا مع الطماطم مع الخيار ولون البطاطس والزبادي والنعناع والبقدونس والبهارات كمان انت حطيتيها جوز الطيب وشويه فلفل اسود صغيرين، بابريكا ملح وفلفل. تمام كده بالشكل ده وعصير الليمون، وكده بقى طبق السلطه معاكي جاهز، بس نعمله مع نقدمه مع بعض بطريقه جميله جدا مع بعض. انا شايفه هو طبق صراحه يعني طبق صحي شديد من ناحيه القيمه الغذائيه حقته، زي ما قلت لكم في البدايه انه هو من الاطباق اللي هي ممكن تكون يعني مساعده عليه من ناحيه انزال الوزن. البطاطس من ناحيه نسلقه او نحطه في الفرن نخليه يستوي عن طريق الفرن عن طريق الشواء، بينزل لنا كل المواد الغذائيه النشويات الموجوده فيه، هو بيكون قليل جدا من ناحيه النشويات، احنا بنكون ممكن ناكله عشان يساعدنا على انزال الوزن. برضه بنكون قللنا هو مسلوق قللنا الكميه بتاعت البوتاسيوم والفوسفورس الموجوده فيه، يعني تكون سلطه مناسبه جدا للناس اللي هي بتعاني من مشاكل الكلى، لانه دائما هم بيعانوا مشاكل الكلى بنقول لهم ممنوع انهم ياخذوا طبيخ البطاطس، ممنوع انه ياخذوا البطاطس اذا كانت هي محمره، فاحسن طريقه انها تكون مسلوقه عشان نتخلص من كميه البوتاسيوم الموجوده فيها. فيها كميه بتاعت بروتين احنا حطينا فيها الزبادي، والزبادي من الحاجات اللي هي مفيده جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل المعده، يعني السلطه بتكون للناس اللي بتعاني من مشاكل المعده، الناس اللي بتعاني من مشاكل
العظم والهضم يكون الزبادي مريح لهم جدا لانه بيحتوي على بكتيريا بتساعدنا على الهضم السريع. والحقيقه الثانيه الناس اللي بتعاني من حموضه بتقلل لنا النسبه بتاعت الحموضه، حطينا فيه النعناع، النعناع برضه مفيد جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل الغازات، الناس اللي بتعاني من الحموضه الزايده، الناس اللي بتعاني من المغص اللي بيجيها فجاه، الناس المصران نقول لهم النعناع مفيد لكم جدا. برضه البقدونس من الحاجات المفيده جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل الكلى، الناس اللي بتعاني من مشاكل حبس البول والحصاوي، كل الحاجات دي ممكن تكون معانا كده احنا بنستخدمها بطريقه في السلطات، ممكن تكون بتستخدم مع الطبيخ، معناته احنا بنستفيد من القيمه الغذائيه بتاعتها، كله احنا نخدها في سلطه ما دخلناها في النار بنكون نستفيد من القيمه الغذائيه بتاعتها اكثر. طيب دكتوره زي ما احنا شايفين كده ممكن تحطي معاها كمان شويه خس صغيرين تكملي بيه الطبق بالشكل ده. تمام. وبعدين نعمل مع بعض برضو نشاط خيار صغيره كده. كده. بالشكل ده. مع اتصال يا شيف. الو السلام عليكم يوسف. اهلا وسهلا. كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيبه. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. تفضلي يا انصاف. يا شيخ محمد. يا مرحبا بيك يا استاذ انصاف. الله يسلمك. ازي حضرتك؟ الله يخليك تسلمي يا رب. الله يسلمك. تفضلي. والله انا عارف البطاطس باللسان. بطاطس ايه؟ البطاطس باللسان. حاضر، احنا طبعا لسه عاملينها امبارح البطاطس بالاسود. ما كنت عارف. حاضر، هوريها لحضرتك حالا تاني. اي سؤال تاني يا استاذ انصاف؟ والله يا كمان العصيده، العصيده للزبادي. حاضر، نعملها لك حلقه قريب ان شاء الله خالص. حاضر. ان شاء الله. اتفضلي يا استاذ انصاف، الله يخليك. الله يسلمك. شكرا لك على اتصالك يا انصاف. طب السلطه دي يا دكتور احنا كنا عملناها امس اللي هي البطاطس مع الاسود. قلنا نحمر او نسلقها برضو نفس طريقه الليله، تحمريها او تسلقيها، الاثنين طريقتين صح؟ ممكن تعمليهم مكعبات صغيره وتحمريهم في الزيت او تسلقيه برضو للمجموعتين او تشوي الباذنجان تخليه في الفرن زي البابا غنوج كده، وبعدين تقشر الريش بتاعه وتهرسيه كويس، وبعدين تعملي البطاطس برضو مكعبات او مهروس معاها وتخلطيهم الاثنين مع بعض، تضيف عليهم دكوه وشويه طحينه صغيرين، بهارات طبعا شمار وشطه بابريكا عصير ليمون خل، وبعدين تقلبي كل البهارات دي كلها مع بعض وتظبطي نسبه الملح، وبعدين تحطيهم في النص، ممكن تكوني برده محمره شويه صغيرين من الاسود والبطاطس وتضيفيهم في الاجناب برده الاختياري، وبعدين تطعميهم برده بشويه عصير ليمون وشويه طحينه وخل كده تخليهم خفيفه جدا وترشيهم عليها على الوش، بعدين في النهايه بتضيفي زيت الزيتون. سلطه سهله وبسيطه جدا فيها مجموعه من الخيارات كثيره، ممكن تعمليها زي ما اتفقنا مشويه في الفرن، ممكن تعمليها مقليه في الزيت، وممكن تعمليها مسلوقه، الثلاث خيارات صح برده. تمام يا دكتوره زي ما احنا شايفين كده صراحه الالوان جاذبه شديد يا شيف، حتى يعني ممكن تكون من حياه الفتح الشهيه. مكونات سهله وبسيطه جدا يا دكتوره، ما بتاخد مننا زمن هم حاجه يا شيف، يعني بتاخد زمن بتاع التحمير، حتى في المكونات بتاعتها بسيطه جدا، ممكن يكون موجود البطاطس والزبادي من حياتها موجوده جدا في البيت وسريعه ممكن تتعملها ان شاء الله. دكتوره كده ممكن نضيف مع بعض شويه فلفل كمان تضيف لها قيمه غذائيه اعلى، وبرده في نفس الوقت بتكوني زينت الطبق بتاعك بطريقه جميله بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. بعدين اخر حاجه نضيف مع بعض زيت الزيتون، نضيف مع بعض شطه كده كمان. زيت الزيتون طبعا يا دكتوره مهم جدا ان احنا دايما بنحافظ بيه على رونق السلطه، وفي نفس الوقت بنستفاد منه ان احنا يا ريت كمان الاكلات نقدر نعملها بيه. يا ريت يا شيف منه يستخدم زيت الزيتون في كل اكلاتنا، في كل انواع السلطات، في اي حاجه يكون داخل معنا، عشان نكون مطمنين ان احنا عندنا صحه بتاعت قلب سليم جدا من كل الامراض، حتى بالنسبه للكوليسترول بيكون منتظم في الدم بتاعنا، نسبه السكري بتكون منتظمه، الالياف بتكون مستفيدين، الاوميجا 3 بتكون مجدد لنا الخلايا طوال، ما بتكون عندنا مشاكل. دكتوره كده خلصنا مع بعض طبق السلطه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وكمان ممكن نشوف مع بعض الكفته بقى، خلاص احنا اتفقنا ان احنا بنعملها نص سوا دكتوره عشان بعد كده نضيفها على طبق الصوص بتاعنا. تمام. انا شايفه كده دكتوره احنا كده شايفه نسبه الزيت اللي طلعت دي ممكن نفيدها للناس اللي ما بتحبش حاجات بالدهون كتيره فيها، ممكن نستخدمها بالطريقه ديت عشان بنفقد فيها نسبه الدهون اللي فيها. تمام.
ممكن نشيل برضو ان هي تكون كل الاستواء بالطريقه دي ونقلل كميه الصوص. الناس اللي هي بتعاني مشاكل المعده ممكن حتى نعملها من غير صوص دكتوره، ممكن تعمليها بصوص ابيض عادي زي البشاميل، صوص طحينه، تضيفي كل الحاجات الجميله ديت ممكن تضيفيها فيها، يعني مش لازم الصوص الاحمر يا جماعه نستخدمه مع الاكلات بتاعتنا، ممكن نعملها مع صلصه طحينه مثلا على السخن، برضو صلصه زبادي نعملها مثلا مع صلصه اللبن، كل الحاجات دي ممكن تضيفيها عليها الدكوه، كل الحاجات دي بتديكي اضافات حلوه جدا مع طبق الكفته بتاعك. الناس اللي ما بتحب الصلص نهائي فمع الطبق بتاعها بتاعك، الناس اللي ما بتحب، الناس اللي بتعاني مشاكل الصلصه دي برضو خيارات ادينا لكم منها، ممكن تكون بها داود باشا بطريقه الفرن من غير ما نستخدم الصوص الاحمر الطماطم اللي بتعيدنا في عمليه الهضم، وبرضو يكون ضمن ان كميه الدهون بسيطه وناخدها معانا في الوجبه. شايفه دكتوره بتبقى بالشكل ده كده معاكي، وممكن نبقى نستغنى عن نسبه الدهون او الميه اللي فقدتها اللحمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده مع بعض. تمام. طيب يا شيف معانا مكالمه، نقول السلام عليكم ابرار. وعليكم السلام. كيف انت اخبارك وكيف اهلنا في المناقب؟ الحمد لله. كيف الدنيا؟ والله كيف يا دكتور؟ تمام الحمد لله. تفضلي يا ابرار. كيف انا بس عايزه اعمل طريقه اعمل كفته بالقمح. كفته بالقمح؟ ايوه. حاضر حاضر. طيب انت عاوزه تدخلي فيها نسبه لحمه، ولا عاوزه تعمليها بالدجاج، ولا عاوزه تعمليها بال زي الكفته مثلا بالقمح لوحدها؟ ممكن في ثلاث طرق ليها، انت عاوزاها بانهي طريقه؟ كنت ممكن تعمليها لحمه. حاضر هقوله لك ثاني. طيب احنا ممكن تعمليها مع اللحمه، ممكن تعمليها مع الدجاج، ممكن تعمليها مع السمك، ممكن تعمليها مع القمح لوحده. انت عاوزاها باي طريقه؟ مع القمح لوحده. القمح بس. حاضر هوريها لحضرتك. ايوه ممكن تكتبيها الطريقه الان. لا انا هقولها لك ونحاول نعملها لك في حلقه ان شاء الله. حاضر تمام. لا اكتب لك طريقه لانه انا بعيده عن الكتابه الحمد. طيب انا هقولها لك لان انا ما هقدر اكتبها لك دلوقتي على الشاشه، انا هقولها لك بالطريقه بس انت اسمعيها، وبعد كده الحلقه الجايه ان شاء الله هحاول اعملها لك. حاضر ان شاء الله. اتفضلي. الله يخليك. شكرا لك يا ابو على اتصالك. طيب يا دكتوره، طبعا القمح ناس كتير بتحب تعمله باكلات معينه، احنا دايما بنتعودين بقى عليه، بنعمل بيه البليله، نعمل بيه الاكلات الحلوه او المغلي، ممكن نقدمه مثلا مع زبيب وجوز هند وحاجات زي دي، بنعملها زي العاشوره والحاجات دي. فدي الطريقه ممكن تعمليها بيها، تطحنيه خشن زي البرغل كده. طبعا هو القمح يا دكتوره بيجي محمص جاهز، فانت بتجيبيه بتطحنيه بتعمليه زي الكفته بتاعت الرز. احنا دايما بندخل معاها نوع من انواع اللحوم كزياده ان انت تزيدي القيمه الغذائيه والبروتينات اللي فيها، لكن انت مع الصنف ده بالذات انت هتطحني القمح. مثلا انت عملتي كيلو قمح تضربيه كويس جدا، تطحنيه زي البرغل، بيكون خشن شويه عشان يبقى معاكي القوام بتاع الكفته. بعد كده بتجيبي شويه شوفان صغيرين عشان يتماسك معاكي، لان نسبه الجيلوتين في القمح يا دكتوره عاليه، فبيحل معاكي بسرعه، ما بتقدري يتماسك معاكي بسرعه. فالافضل ان انت تعمليه مع شويه شوفان صغيرين تطحنيه كويس، وبعد كده تضيفي معاه بقى شويه ماده دهنيه مثلا زبده او زيت، تبهري البهارات بتاعتك كويس جدا عشان يتماسك معاكي. لازم تديله شويه ماده دهنيه يا دكتوره، ما زبده ولا زيت ولا سمنه، فلازم نعمل له حته عجينه بتاعت على النار مع زبده او دقيق زي الرول اللي احنا بنعمله البشاميل. تطبخيه كويس على النار، بعد كده تنزلي معاه مع القمح تكوريه كور صغيره، وتديله رشه زيت صغيره وتدخليه الفرن. بيصفي برضو زي طريقه الكفته بتاعت دلوقتي، بيصفي نسبه الدهون اللي هي دخلت زياده فيه. بعد كده بتاخدي الكفته دي تعمليها بالطريقه اللي انت عاوزاها، زي ما اتفقنا ممكن تعمليها مع صلصه حمراء، تعمليها مع صلصه طحينه، صلصه مايونيز، تعمليها على البارد او السخن، الطريقتين بيمشوا معاكي. تمام. وهنحاول برضو ان شاء الله نعمل لك منها صنفين، ما صنف واحد الايام اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. زي ما شفنا يا دكتور احنا ضفنا هنا مع بعض الكفته اهي مع الصلصه، نسيبها تطبخ شويه على حسب بقى طريقه التسويه. زي ما حضرتك قلتي ممكن نعملها تسويه كامله في الفرن، او ممكن نعملها نص تسويه في الطاوه او في الفرن برضو، وبعدين تنزليها في الصوص بالشكل احنا شايفينه ده. هنسيبها مع بعض 5 دقائق على النار، وبعد كده نعمل مع بعض الطريقه بتاعه التقديم ازاي بتقدميها مع الرز. بس خلونا نشوف مع بعض المكونات دلوقتي. عندنا كاستر مع البسكويت والاناناس، نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه.
يعني لكم تاني اعزائي المشاهدين شفنا مكونات الكستر بالبسكوت الاناناس، حنشوف الطريقه مع شيف محمد. تفضلي يا شيف. طيب دكتوره، احنا اتفقنا طبعا الكستر بنعمله كذا طريقه، مع الفواكه، مع البسكويت، مع الكيك، مع اي نوع حاجه انت بتحبيها في البيت. في ناس بتحبها يا جماعه دكتوره بتضيفها مع مثلا تعمل شويه كيك صغيرين مشكلين وتضيف عليهم سكريات وفواكه مسكره ومكسرات والحاجات دي كلها وتضيفها، وبعدين تضيف عليها الفواكه اي نوع فاكهه من الاناناس او الخوخ او التفاح، اي حاجه موجوده عندك، او تستعمليه ساده على طول مع الكيك. دي طريقه سهله جدا للكاستر، بنحلي بيه طعم الطبق بتاعك وبيبقى فيه تغيير وشكل مختلف. هنعمله مع بعض، بس هنستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتظرونا. رجعنا مع بعض مره ثانيه لبرنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه. وزي ما شفنا مع بعض قبل الفاصل، احنا شفنا مكونات الكاستر مع البسكويت والزبادي. طبق سهل وتحليه سريعه جدا يا دكتوره، بس ممكن نشكلها مع حاجات كتير زي ما اتفقنا، مع كيك، مع بسكويت، مع اناناس، مع فواكه. اسهل شيء ممكن تحطي معاها شويه جوز هند صغيرين ويبقى كده الطبق معاكي مميز. ممكن تشكلي كمان جزء منه بالشوكولاته، معلقه كاكاو، تقسمي الكاسات بتاعتك او الاطباق بتاعتك على طبقتين، تعملي جزء منها الاصفر العادي والجزء الثاني اللي هو بالشوكولاته. تمام. هنضيف هنا الحليب، نخليه يسخن على النار ونضيف عليه كوبايه سكر كده بالشكل ده، وبعد كده نقلبها كويس، ندوب السكر مع الحليب بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده مع بعض، وبعدين نضيف الكاستر مع شويه ميه صغيرين يا دكتوره او حليب برده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنحط معاها شويه من الميه او الحليب، ندوبهم فيها كده عشان يبقى معاكي ناعم. في ناس بتحب تحط الكاستر على طول بودر بتنزلها على الحليب، ده طبعا بيطلع معاكي مخرش شويه، لان ما بيبقى الحاجه السخنه مع الكاستر بيتمسك بسرعه، فما بيعرف تحلي معاكي الا تصفيه تاني، ولازم يكون خفيف لان لو تقل ما بتعرفي تخففيه تاني. تمام. فالافضل انت تعملي كل حاجه فيه على البارد. تمام كده بالشكل ده، تدوبيه كويس حتى في الميه البارده يا دكتوره، لو الميه دوبتيه كويس برده بيطلع معاكي مخرز من جوه. تمام. هنضيف كده معلقتين او ثلاثه على حسب كميه الحليب اللي انت حطاها، وتدوبيها كويس جدا مع نسبه ميه او شويه حليب صغيرين تكونوا باقيين منك، بس على البارد ما تعملهاش على السفر. تدوب كده الحليب كويس، ونجيب الكاسات بتاعتنا طبعا بنكون يا دكتور احنا عاملين النهارده مثلا مع البسكويت مع الكيك، فممكن تضيفي معاه البسكويت بشكلين، ممكن شكل مطحون وشكل مكسر خشن زي ما احنا هنشوفه دلوقتي كده. يعني مثلا ممكن تكوني عاملاه بالشكل ده خشن مكسر عادي بايديكي، او ممكن تطحنيه بيبقى ناعم بالمردانه، تعمليه بالخلاط، تعمليه باي شكل انت حاجه انت بتحبيها. تمام. طبعا ممكن تضيفي معاها كمان زبده مع البسكويت الناعم عشان يتمسك معاكي شويه، زي اللي احنا بنعمله للتشيز كيك، فبتضيفي معاه شويه زبده صغيرين عشان يتمسك معاكي. او ممكن تضيفيه بالطريقه اللي انت هنعملها بيها دلوقتي، تستعملي الميه بتاعت الاناناس لو انت مستعمله الفواكه، او تثبتيه بقطعه الاناناس عشان يبقى ثابت تحت ما يطلع معاكي مع الكاستر. تمام. تمام. هندوب كده مع بعض الكاستر تاني، طبعا من انواع الحاجات اللي بتتمسك بسرعه يا دكتوره. بعد كده نضيف مع بعض مع الحليب والسكر بالشكل ده وندوبها. دايما القوام اللي بقى البسكويت او الكيك بيكون قوام ناعم، يعني ما بتعمليه تقيل زي اللي انت بتعمليه مع الايام العاديه، مثلا بيكون كاستر ساده مثلا لوحده، دايما بتخليه ده خفيف شويه عشان يبقى يتشرب معاك البسكويت ويبقى طعمه مقرمش كمان معاك. تمام. سيبيه كده دقيقتين على النار. في الفتره دي ممكن نحط مع بعض البسكويت بالشكل ده، ناخد طبق بسكويت من الناعم ده نضيفه كده في الارضيه بالشكل ده كده، طبقه بسيطه بس. ممكن تحطي كمان معاها من الخشن تخلطيها على بعض، بيطلع معاكي مقرمش وجميل. طيب كده ممكن يطفو معاكي وانت بتحطي معاها الكاستر بشكل زي ما احنا شايفين كده، احنا عاوزين ده القوام بتاع الكاستر بالشكل ده، ما يكون اتقل من كده ولا اخف من كده. يعني شايفين، بصي شايفه يا دكتوره، يا دوب بينزل بس بالسمك وناعم كمان، بيكون خفيف معاكي. تمام كده خلصنا مع بعض الكاستر، حاجه سريعه وسهله جدا بتتعمل بطريقه سريعه وسهله جدا معاكي في وقت بسيط. تمام. هنضيف مع بعض هنا، ممكن تحطي حلقه الاناناس سليمه، او ممكن تحطيها مقطعه قطع صغيره زي كده. تمام. باي شكل انت بتحبيه، طبعا على حسب حجم الحاجه اللي انت بتقدميها بيها
ونضيف معاها شويه بسكويت تاني خشن كده بالشكل ده، بيديكي رونق وجمال حلو جدا بالذات مع الكاستر اللي بتشربه وهو سخن طبعا يا دكتور، فبيردي احساس القرمشه معاكي وفي نفس الوقت بيبقى لين معاكي في مع السخونيه بتاعه الكاستر نفسها. تمام. تعمليه طبعا بشكل جمالي، ممكن تحطيه في جنب الكاس، ممكن تعمليه باي شكل انت عاوزاه كده بالشكل ده. وناخد مع بعض الكاستر زي ما شايفين قوامه بيكون خفيف شويه يا جماعه ما تقيل عشان يشرب معاك البسكويت ويبقى طعمه حلو كده. ونبتدي نضيفه على الكاستر بالشكل ده كده البسكويت، شايفها بيبتدي ينزل على طول يا دكتوره، وبتشرب السخونيه نفسها بتثبت معاك البسكويت لما بيكون قوامه خفيف، لكن قوامه تقيل بيبقى معاكي في قطع ظاهره. تمام الشكل اللي احنا شايفينه ده، ويبقى معاكي مقرمش كمان. ترى سهله وبسيطه جدا لتحليه سريعه، سريعه بعدين سريعه صراحه يا شيف، ومكوناتها بسيطه كده بالشكل ده كده. ممكن بقى تعملي له بعد ما يبرد شويه شويه مكسرات، شويه فول سوداني، تعمل له شويه بسكويت تاني بالشكل ده، ممكن تحطيه كده وهو سخن برده بيتشرب معاه ويكون شكله حلو وجميل معاكي من نفس المكونات اللي عندك في البيت، يعني حتى البسكويت اللي انت مفتفتاه ده او المطحون ممكن يكون باقي البسكويت حق حق العيد يا شيف، بيدي له يعني ما محتاج نوع سويت او اي كيك بواقي كيك ممكن تستعمليه بنفس الاستعمال اللي احنا استعملناه دلوقتي كده معاه. تمام تمام. ده بالنسبه للكاستر او الحلو مع الزبادي والبسكويت، صراحة حلا جميل جدا وسريع، بعدين القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا، بيحتوي نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية، بيحتوي نسبة عالية جدا من البروتين، وأهم حاجة احنا يعني في الحاجة اللي زدناها ليه زدنا ليه نسبة بتاعت فيتامينات من الأناناس اللي خدتيناها فيه، الأناناس بيحتوي نسبة عالية جدا من فيتامين ألف، فيتامين سي، ومن الألياف، وبعدين الأناناس من الحياة المفيدة فيه إنه بيساعدنا على هضم البروتين بصورة سريعة، بما إنه عندنا الوجبة بتاعتنا فيها نوع من أنواع اللحوم والبروتينات، عايزين حاجة تهضم لنا سريع طوالي، يا إما ناخذ الأناناس في شكل صورة عصير أو ناخذه في فواكه بيساعدنا على إننا نهضم بصورة سريعة، برضو الأناناس من الحياة المفيدة فيه الألياف بيساعد لنا على الهضم للناس اللي بتعاني من مشاكل المعدة، الحاجة الثانية إنه برضو بيساعد لنا امتصاص الحياة للناس اللي بتعاني من الأنيميا. اي نوع بتاع فاكهه ممكن الام تضيفه في التحليه بتاعتنا برضه بيكون مفيد ليها، اذا حسيت الطفل بيعاني من الانيميا ممكن يكون نوع التحليه دي معاها الفول السوداني عشان يزيد له نسبه الدم، ممكن نضيف له معاه البرتقال عشان يكون فوقه فيتامين سي عالي جدا، تكون الوجبه بتاعتنا نوع من انواع اللحوم عشان يحفز لنا امتصاص الحديد لازم يكون فيتامين سي ماله نحطه في الفاكهه بتاعتنا او التحليه بتاعتنا عشان الطفل ياخذ لنا التحليه مع الفواكه اذا كان من النوع اللي ما بيحب الفواكه. طيب دكتور زي ما احنا شايفين كده ممكن تعمليه بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه، حلقات الاناناس تضيفي عليها كرز، تضيفي عليها مكسرات، فواكه، اي شكل انت عاوزاه ممكن تضيفي عليها. تمام. هنيجي دلوقتي نغرف مع بعض، خلاص الصلصه استوت بتاعه الكفته وداوود باشا، نغرفها مع بعض دلوقتي. طبعا دايما يا دكتوره بنتكلم ان احنا بنغرفه مع رز بالشعريه او رز ابيض. تمام. عملنا معانا النهارده رز ابيض. كده بالشكل ده نبتدي نغرف مع بعض الرز، ودايما تخليها يا دكتوره لو انت عاوزه الحاجه تقدميها لوحدها ممكن، او ممكن تعمليها بالشكل احنا نعمله دلوقتي مع بعض، تكون مثلا الكفته بالداخل والرز حواليها، الشخص اللي بيجي ياكل او بيغرف بياخد الاثنين مع بعض في نفس التوقيت، وفي نفس الوقت بيكون شربت الصوص الزياده اللي موجود في الكفته. تمام. تلف كده الرز بالشكل ده، دايما تخليه جانب عالي عشان تعرفي تحطي جواه الصوص يتشرب معاه، او ممكن تقدميه لوحده في طبق تاني مختلف، الصوص لوحده والرز لوحده. تمام. بالشكل ده كده طبق لذيذ وشهي برضه يا دكتوره لما بتكوني مجهزه مع بعض الكفته بالشكل ده. نعمل كده زي فراغ في النص عشان نضيف عليه الكفته بشكل جمالي وجميل. تمام.
فنش بقى الوقت يعني الاطباق كلها الليله حقتنا ممكن تكون مناسبه جدا لمرضى السكري. اذا كانت السلطه مع داود باشا مع الارز ممكن ياخذوها، لكن زي ما قلت لكم ما يكون معها اي صنف بتاع عيش. لكن بالنسبه للكسر احنا عايزين لناس المرضى السكري انهم ياخذوا الكسر، نقول لكم دعموا الكسر من غير اي يكون فيه سكر، لكن نستغنى من البسكويت والكيك، يكون بس بنوع بتاع فواكه عشان يكون نسبه السكريات الموجوده فيه بسيطه. دكتوره ناخذ مع بعض الكفته بالشكل ده، نخليها في النص. شايف الصوص بتاعها تقيل ذاته يا دكتوره ازاي؟ ما بيكون فيها صوص خفيف زي الطبايخ العاديه دي، عشان كده مسمينها داود باشا. بتقدري تختاري قطعه اللحم حتى لو مش عاوزه منها الصوص، بيبقى الصوص ما كتير عليها ما بيزعجك يعني. تمام بالشكل ده. اديها بقى دكتورة شوية بقدونس كده خفيفة، ما بتحتاج تزيين كتير لأن الطعم المميز طبعا بيكون في الكفتة. ممكن اديها حلقات شطة مثلا، تديها شوية بقدونس كده صغيرين على الرز، يبقى بالشكل ده كده معاك. تمام. البقدونس مع الرز من الحاجات الجميلة جدا يا شيف كمان. كمان وهي سخنة دكتورة بيديكي نكهة جميلة جدا معاها، بالذات لو في كمان كزبرة خضراء شوية نعناع صغيرين مفرماهم، بيديكي نكهة جميلة جدا معاها. كده بالشكل ده كده. حط معاها شطه كده خفيفه. وكده الطبق بتاعنا خلاص انتهى يا دكتوره. طبق داود باشا لذيذ جدا مع الرز، بتعمليه بالطريقه السهله البسيطه ديت، سريع معاكي. ممكن تكوني مجهزه الكفته قبلها بكمان بيوم وتيجي بس على التسويه. الحاجات دي يا جماعه كلها ممكن تحضريها قبلها بيوم عادي، بس ما بتاخدش معاكي وقت في التسويه اللي انت بتعمليها. تمام كده خلصنا مع بعض طبق داود باشا مع الرز الابيض، عملنا كمان الكاستر مع البسكويت والاناناس، وعملنا كمان سلطه البطاطس مع الزبادي. ممكن تعمليها بكذا طريقه زي ما احنا اتفقنا. بنتمنى يا جماعه نكون بنقدم لكم اطباق بسيطه وسهله فيها تعدد في الاختيارات اليومي بالنسبه لك بنفس المكونات اللي موجوده عندك في البيت. طيب يا شيف احنا قبل ما نختم عندنا بس حاجه سريعه كده وبسيطه لشيف محمد، بنقول له كل سنه وهو طيب يا رب، ان شاء الله عقبال 100 الشمعه وان شاء الله تكون سنه سعيده عليك يا رب. سلام يا دكتوره، كل سنه وانتم طيبين جميعا، وكل اصدقائي واحبابي والمصورين والمخرجين وكل اهل القناه بتاعتنا وكل اهل السودان. وفعلا يعني حاجه مفاجاه جميله جدا ان انا اتفاجئت معاكم النهارده، ودي تاني سنه ما شاء الله بحتفل معاكم بيها، ودايما ان شاء الله العمر الطويل معاكم ان شاء الله، ودايما بكون مبسوط وانا بحتفل معاكم في برنامج نكهه خاصه. وبجد كل سنه وانتم طيبين كلكم معايا، بحبكم كتير، ونتمنى ان شاء الله نكون وصلنا لكم رساله بسيطه. وسعيد جدا ان انتم بتحتفلوا معايا انا بعيد ميلادي، وان شاء الله طول العمر معاكم ومعاكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. بجد نكهه خاصه كله وكله مجاهد مشاهد نكهه خاصه، بقول لك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبين. في امان الله، كل سنه وانت طيبين. في امان الله.